أول نقطة في الإيجابيات أنه الحملة الفرنسية على مصر كانت صدمة مهولة، لأن في الوجدان الشرقي والعربي والإسلامي والمصري آخر لحظة تعامل مع أوروبا كانت قبلها ب 300 سنة تقريبا، ممكن حد يقول تقريبا 350 سنة، اللي هي المماليك العظام اللي اتكلمنا عليهم في الحلقة اللي فاتت، حد زي بيبرس، حد زي قطز، قلاوون، دول ناس حاربوا الجيوش الأوروبية اللي كانت جاية الشام أو جاية مصر زي حملة لويس التاسع مثلا، وغلبوهم، انتصروا عليهم. وقتها 300-400 سنة قبل القرن التسعتاشر هناك على الأقل باريتي، على الأقل هناك ندية ما بين الشرق، الجانب الشرقي، وما بين الغرب، ما بين أوروبا، ندية في كل شيء، ندية عسكرية، ندية اجتماعية، ندية في الثراء، ندية في التكنولوجي. يعني هو الآخر صحيح وإحنا الآخر بالنسبة له، لكن ما فيش نظرة، فيش فيها تعالي، فيش فيها أن حد متقدم قوي وحد تعبان قوي، ما كانش فيه ده.